كاين اللي كتلقاها دايره بحال هكا شاهده، كاين اللي كتلقاها مبتسمه، كاين اللي كتدخل عندك تقول السلام عليكم كتفتح فيك عينيها، كاين اللي تقبط لك في يديك كتشد كتغسلها وهي شاده لك في يديك مقابطه فيك بحال هكا. من واحد السيده تبعتني على داك الشيء اللي كنت غسلت به، خونت لي الصابونه، خدات لي الخرقه وخدات لي الصابونه دارتهم تحت منها. ملي جيت نقلب عليها سولت عليها لقيتها شوافه مشعوذه. انا بالنسبه لي مغسله كنغسل الاموات، جميع الاموات في لامور في الابي وفي البيوت، في اي بيت كنمشي نغسل فيه. وكنشوف شي حالات الحمد لله، كاين حاله شي حاله زوينه كتبشرك، وكاين شي حاله اللهم اغفر لنا ولهم الحمد لله. لكي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 70 من الذنوب و40 كبيره من الكبائر وخرجك يوم ولدت امه. ونطلبوا الله يقوينا على هذا العمل الصالح. المهم انا ملي كنت صغيره كنت كنشوف الميت ما كنعش 3 ايام كيبقى يتخيل ليا، ولكن الحمد لله اول مره حضرت غير المغسله، كنت غير المساعده ديال المغسله، كنخوي على المغسله وكنشوف كنشوف حتى خدت الفكره. الاحساس ديالي شويه بقيت شاده في قلبي، يعني بقيت شاده في قلبي، بقيت مخلوعه، ولكن اول مره شيوت كان الحمد لله. علمت الحمد لله بنات، ولاو كيتعلموا بنات شابات صغارات من 16 عام 18 عام، وليت انا كنديروا في المسجد اللي قدرني عليه الله كنديروا في المسجد. بزاف الناس تبارك الله تعلموا. حنا دابا كنغسلوا كنمشي دابا انا لبلاصه بعيده، كنمشي لبلاصه بعيده كيجيو يديوني المزاب، كيمشيو يديوني للدكاله، كيمشيو يديوني، ولكن كنلقى البيوت عامرين والخزين عامري بالنساء. كنقول لهم واش ما كتعرفوش توضا؟ ما كتعرفوش تغسلوا؟ راه كيف كديري لنفسك ديري لديك السيده اللي ماتت. راه خاصك العزيمه شويه، غير تعزمي وتوكلي على الله وربي غادي يعلمك وغادي يساعدك. اول مره غسلت بوحدي سيدي عثمان، الحمد لله قلبي مطمئن، مطمئن قلبي ان شاء الله. كيفاش مطمئن قلبي؟ والسيده كاع اللي كانت بنتها كتخوي عليا خرجت وخلاتني غير انا والمراه، وكندير القران وكندير القران وكنرحم على ديك السيده اللي ماتت، والحمد لله غسلتها بخير وعلى خير في ذاك الكارير اللي كان دير سيدي عثمان. مشيت لي بحال الخرقه كنقطعها بالمقص، كنلوح في البوبيل كنلوحها. الصابونه ما كنبقاش ندير الصابون، ملي ولا خونا لي واحد خطر الصابونه ما بقيتش كندي الصابون، وليت كندي معايا بندوش وكندي معايا الخرقه بوحدي وكنغتسل الميته. من واحد السيده تبعتني على داك الشيء اللي كنت غسلت به، خونت لي الصابونه قالت لي لا ما عطاتش كان بغيتها دارتهم تحت منا. عرفتي بقيت تابعها حتى خرجت معايا الزنقه، خرجت معايا الزنقه وانا نشدها شديته وديته لواحد السيد كان مسكين رمات الله يرحمه. قلت له كملتو؟ قلت له الله يجزيك بخير، هذا الشيء امانه في عنقكم، ديو ليا دفنوه مع المراه ولا لوحوه تما في المزباله. تبعاتهم بغات تقول قال لها راجل سير اتقي الله سير بحال، قالت لي داك الشيء اللي عطاتك ما بغاش تعطي لي. شدي طاكسي وجيت في حالتي، قلت غادي ندير واحد الفتنه مع هذه السيده. ملي جيت نقلب عليها سولت عليها لقيتها شوافه مشعوذه، اللهم اغفر لنا ولا، وبغات تاخذ هي داك الشيء باش تخدم به. وانا الحمد لله كاين اللي كيجهز لينا الماء، كيهز لي الماء المبيد برجليه، كندخل جوج، كندخل الاهل ديالها وكندخل وحده معايا التلميذه ديالي كنديها معايا، ولا ما ديتش معايا التلميذه ديالي كنقول جوج الناس فيهم الايمان كنقول لهم دخلوا. كندخل وحده عاصيه وحده مؤمنه باش ديك العاصيه تواعد تشوف تارك الصلاه ما كتصليش، وكندخل وحده مؤمنه صالحه باش كتشوف، باش وحده هذيك المؤمنه كتزيد ايمان، وديك اللي كتكون كتستغفر الله وكتقول لك والله الا من اللي غسلت معك وانا كنصلي كنقول هذا افضل من الله. والمشعوذين كيضربوا لي على الماء كيبغيو لي الماء، انا ما كنخليش من داك الشيء. لما كنغسل السيده كنمشي انا نوقف على داك الشيء بوحدي، حيت عارفه فيه الذنوب، حيت عارفه في المشعوذين غيديروا فيه بزاف الجرائم. كنشد ما كنبقيتش كندي، كندي باندوش معايا، كندي الخرقه معايا، الكفن هو كيف شفتو او توا كنديه معايا باش ما نخليتش واحد يعمل ليا فيه شي حاجه. كنصوب راسي وكندير راسي حتى من الفوطه حتى هي كنديها معايا، الفوطه باش كنمسح الميته حتى هي كنديها معايا وكنمسح بها بداك الشيء الماتيريال ديالي كلشي. وكنجيب ما كنطلبش من اهل الميت صابونه يجيبوها ليا، كلشي من عندي، الفوطه والكفن بندوش والخرقه والكافور. الكافور راه هو توا دابا غنوري لك الكافور توا كنطحنو كنصوبو كنديه معايا كنديرو للميته، وكن كنخلي الميته كلشي داكشي الماتيريال ديالي كلشي كنجمعو وكنجي. واخا نغسلهم بالليل، كاين بالليل كاع كنغسل من 8 الليل، حيت شي مرا يكونوا غاديين بها مسافرين بها كنغسلها بالليل الصباح مغسله.
ما كان سيء ما والو. حر لامور، شنو لامور فيه؟ تشريح. كنوجه لكل اخت تعلم الغسل، كل اخت تسعى في ذكر الله وتسعى في الغسل وتعلم. وكنطلب من هاد الناس اللي كيديروا الشعوذه بداكشي ديال الميت، راه حرام والله لا حرام يوم القيامه ولا يدخلوا جنة سحار. كتقول لي عافاك شي مره، كتقول لي عافاك جيبي لي شويه الماء ديال الغسل، نقول لها حرام. ملي غتقولي لي قولي لي دخلي عندي، ملي تكون الملائكه دايره، ملي كتكون تغسلي الميته قولي لي الله يجازيك بخير ادعي معايا وتكون الدعاء مستجاب. باش تقولي جيبي لي الصابونه ولا جيبي لي الماء، حرام. حيت داك الميت حرمه، حيت داك الميت حرمه، خاصك تحافظي على الحرمه ديال الميت. قال لك المراه كدي 20 صابونه، كتقول للمراه شوفي امك، هي ما كتعرفهاش وكتجي عندهم كتشوف المراه كتحتضر، كتقول لها امك مقلداني تغسل، انا نغسلها، انا مقلداني امك انا نغسلها. الله يجازيك بخير. ملي تموت السيده مسكينه كتكون محروقه، تموت ما كتمشي ديك السيده كتغسلها. كيف قال الشيخ؟ قال لك كتجيب 20 صابونه ديرها في جيبها، كلشي كدوزها على داك الميت، ها كلهم كتغسل لهم بهم. وقال لك كتبيع ديك الصابونه ب 20,000 ريال. اتقوا الله يا معشر النساء، اتقوا الله بانفسكم واتقوا الله بازواجكم. هذه الصابونه فيها الافرازات، راه افرازات الميت. كيف قال الطبيب راه كتخرج لما كيموت الميت، كتخرج الافرازات. اش كنديروا حنا الليكات؟ كنديروا الكمامه، شمينا الشريحه وكنديروا كنديروا الليكات. علاش ديك الافرازات ديال الميت؟ حيت كاين اللي كيموت باتيت سي، كاين اللي كيموت بالسيدا، كاين اللي يموت مرض مزمن، مرض معدي. يعني انت غادا تغسلي كتقولي ما كاين حتى شي مشكل، ولكن انت غادا تمرضي، حيت الافرازات ديال الميت كلشي كتخرج في الغسل. وكيفاش هاد السيده اللي كتغسل بالصابونه يغسل بها الميت، وكتشدها كتعطيها الراجل يعوم بها ولا يغسل بها، كيفاش حالها؟ كيفاش حالها يوم القيامه مع ربها العظيم؟ واش هذيك الصابونه هي اللي غادي تقود لها راجلها؟ يا اختاه يقود راجلك قيام الليل، نادي قومي الليل وصلي وبكي على الله عز وجل، والله لحسن من السحر وحسن من التعويذ وحسن من كل شيء.